تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية تهنئة من سمو الفريق أول ركن الشيخ محمد بن عيسى الخليفة رئيس الحرس الوطني، رفع فيها إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة أسميات التهاني وأطيب التبريكات بمناسبة النجاح الكبير الذي حققته مملكة البحرين في تنظيم وإقامة سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج 2022 للفورمولا 1 على مضمار حلبة البحرين الدولية موطن رياضة السيارات بالشرق الأوسط. وأكد سمو الشيخ محمد بن عيسى الخليفة في برقيته أن ذلك النجاح المتواصل لمملكة البحرين في استضافة الفعاليات العالمية يعكس رعاية واهتمام جلالته الساميين ودعمه اللامحدود في تعزيز مكانة البحرين على خارطة الرياضة العالمية، داعيا المولى عز وجل أن يحفظ جلالته وأن يديم عليه نعمة الصحة والعافية وأن يمن على مملكة البحرين الغالية بالمزيد من التقدم والنماء والازدهار.